نناقش البريكزيت وموعده النهائي وما يمكن أن يحدث بعد ذلك مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد وشكرا لانضمامك. يعني نقترب من الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويعني كل الملفات إلى حد ما حسمت، ولكن السؤال الآن عن مرحلة ما بعد البريكزيت. المملكة المتحدة واقتصادها كيف سيتأثر إجمالا، وهل سيكون هناك بالفعل تأثير كبير أو تأثير على مكانة لندن كمركز مالي عالمي؟ بلا شك موضوع البريكزيت ممكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة جدا على الأسواق وعلى الاقتصاد البريطاني على وجه التحديد. أعتقد أن المشكلة هي تكمن في أنه فاتورة سوف يتم دفعها من قبل البريطانيين، وكذلك في نفس الوقت سوف يكون هناك نوع من يعني المزيد من الصعوبات التي قد تواجهها، سواء كان في مستويات التضخم سواء كان في الحدود الجغرافية للمملكة المتحدة ووجودها داخل الاتحاد الأوروبي وقضية إيرلندا الشمالية طبعا التي لا تزال تحت مظلة المملكة المتحدة، ولكن جمهورية إيرلندا لا تزال داخل الاتحاد الأوروبي. وأيضا في عندي مجموعة من الأزمات الكبيرة المرتبطة ببناء العلاقات التجارية مجددا مع الاقتصاد الأوروبي. نحن نتحدث عن علاقة بريطانيا فقط بميزانها التجاري مع الاتحاد الأوروبي تكاد تكون 50% من مجمل التعاملات التجارية للمملكة المتحدة هي فقط مع دول الاتحاد الأوروبي، و11% مع دول تملك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. إذن بالمجموع حوالي 60% يجب أن يتم إعادة برمجته مجددا بالنسبة للمملكة المتحدة، أي يعني أنها كانت تتاجر مع هذه الدول دون رسوم وإعفاءات ضريبية وما إلى ذلك، الآن سوف تعود إلى إمكانية دفع رسوم مع هذه الدول. طبعا يوجد أيضا حوالي 40% على رأس هذه 40% هي التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تملك اتفاقيات تبادل تجاري مع الاتحاد الأوروبي. أعتقد يعني بلا شك سوف يكون هناك ضغط كبير جدا على المملكة المتحدة في إعادة بلورة العلاقات التجارية أولا مع الشريك الأول وهو المنطقة الأوروبية، لأنه عم نتحدث عن حوالي 49% من التبادل التجاري للمملكة المتحدة هو مع الاتحاد الأوروبي. وأيضا إذا تحدثنا على الصادرات والواردات فهي حوالي 50% أيضا منها مع الاتحاد الأوروبي. وتملك فوائض بريطانيا مع بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، ويعني وأيضا هناك عجز بسيط مع بعض هذه الدول. على رأس هذه الدول نتحدث عن ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وهولندا، هي أكبر الفوائض التجارية أو أكبر العلاقات التجارية، ولكن أيضا تحتل الولايات المتحدة الأمريكية بالتبادل التجاري المباشر مع المملكة المتحدة أيضا مكانة مهمة جدا. أعتقد هناك إيجابيات وهناك سلبيات لعملية الخروج، ولكن عدم الوضوح أو عدم اليقين هو الذي قد يضر كثيرا بسيناريوهات القادمة ما بعد 31 الشهر التي لن يتغير فيها شيء إلا فقط تفقد حقها بالتصويت في البرلمان الأوروبي. طيب يعني إذا ما نظرنا إلى الجنيه الاسترليني وعلى مدار السنوات الماضية، يعني بعد 2016 تقريبا كان الجنيه الاسترليني يتداول بمستويات الدولار و40 سنت، يعني حاليا نتحدث عن دولار 30 سنت، طبعا كان وصل لمستويات اقل من دولار 20 سنت. مستقبل الجنيه الاسترليني، ويعني حتى اذا رجعنا لوراء اكثر رائد، الى 2008 كان الدولار الجنيه الاسترليني بدولارين، تدهور كثيرا السنوات الأخيرة، هل هذا يعني أنه مرشح لاستعادة القيمة أم أنه ربما يعاني بشكل أكبر؟ يعني تماما النقطة مرتبطة بشكل كبير بسير المفاوضات في هذا العام. الجنيه الاسترليني له عدة ارتباطات، أولا عملية الخروج وهل ستكون باتفاق أو غير اتفاق تجاري مع الطرف الأوروبي مع خلال تعاملات هذا العام على وجه التحديد وقبل نهاية تعاملات هذه السنة، حتى معنا حتى شهر نوفمبر أن يكون هناك قرار. إذا لم يكن هناك وضوح أو عدم يقين بلا شك سوف يكون
يكون هناك ضغط كبير على الجنيه الاسترليني بالاتجاه الهابط. ولا تنسى أنه في عندي مركزي بريطاني ممكن جدا أن يتدخل في حال وجد أن هناك تعقيدات في عملية الخروج لتسهيل السياسة النقدية، خصوصا أنه في عندنا صعوبات مرتبطة بمستويات التضخم، لأنه نحن لما يزيد عندي الرسوم على الواردات البريطانية سوف يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع، وبالتالي هذا الارتفاع هو ارتفاع غير مدروس في التضخم، وبالتالي حتى يكون هناك سيطرة على مستويات التضخم وأيضا على سوق العقار على وجه التحديد كذلك الأمر، سوف يكون هناك تدخل من البنك المركزي وبالتالي تخفيض في أسعار الفائدة التي تقبع عند 0.75%. أيضا ضغط إضافي على الجنيه الإسترليني بالاتجاه الهابط، وممكن جدا أن نزور حتى على الأقل في ظل هذه السيناريوهات أو وجود الصعوبة في المفاوضات نتحدث عن إمكانية الوصول إلى مستويات 1.2550 على المدى المتوسط. هذا يمكن أن تحدث مع اقترابنا أكثر من شهر يونيو، وهو موعد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة مع المركزي مع المنطقة الأوروبية. ولكن الضغط موجود على الجنيه الإسترليني ونلمسه حاليا، وسوف نلمسه بشكل أكبر مع إعلان موعد الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي بنهاية هذا الشهر، وسوف نجد الجنيه الإسترليني يفقد مستويات دون 1.30 ومستويات الدعم الأولى تكون عند 27.70. طيب كيف تقرأ الاجتماع القادم لبنك إنجلترا؟ ويعني هل هناك إشارات ربما يعني تخفيض ربما هو السيناريو الأرجح لمعدلات الفائدة، ولكن هل نتوقع إشارات أخرى من مارك كارني في هذا الاجتماع؟ يعني أعتقد مثل ما ذكرنا هو عدم اليقين ممكن أن يسبق بخطوة عملية العملية من قبل البنك المركزي البريطاني، وعملية تسهيل السياسة النقدية قد تكون هي السلاح وهي العلاج في الوضع الراهن لكي لا يتفاقم الوضع، لأنه في عندنا مشاكل كثيرة ممكن أن تظهر على السطح مع إتمام عملية أو صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي. عندنا فاتورة ممكن سيتم دفع تكاد تصل إلى مستويات 200 مليار يورو ممكن أن يدفعها. حتى الآن نحن نتحدث عن 120-130-70 إضافية ممكن أن يعني يتم إضافتها. هذه الضغوط المالية التي تضع بريطانيا في الفترة القادمة تحت ضغط كبير، وبالتالي المركز البريطاني الذي يعمل على تثبيت أو خلينا نقول تحقيق التوازن في أسعار العملة وسوق النقد إجمالا وعدم التعرض لنقص السيولة في الأسواق سوف يلجأ إلى عملية تخفيض أسعار الفائدة، وأعتقد أسعار الفائدة فيها مجال للتقليص أو فيها مجال للتيسير، هي عند 0.75%، وهناك مجال بخفض بحوالي ربع نقطة ممكن جدا خلال تعاملات هذا العام باجتماعه القادم. أنا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب على كل هذه التحليلات والتوضيحات.